السابعة صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية، والبداية دائما بأبرز العناوين. في غارات للاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت، استشهاد 4 لبنانيين وإصابة 24 آخرين إثر قصف محيط مستشفى الحريري الحكومي بالعاصمة اللبنانية. شهداء ومصابون بنيران الاحتلال في بيت لاهيا ونسف أبنية سكنية في جباليا شمالي قطاع غزة. تقارير إسرائيلية تؤكد اكتمال خطط الهجوم على إيران، والمنشآت النووية والنفطية ومنازل كبار المسؤولين من بين الأهداف المحتملة. البداية من تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان. من العاصمة بيروت بعد شهرين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 مواطنين بينهم طفل وإصابة 24 آخرين إثر غارة إسرائيلية على محيط مستشفى الحريري الحكومي في العاصمة بيروت. وأظهرت مشاهد متداولة غارة للاحتلال قرب المستشفى، فيما أوضحت وسائل إعلام أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا مأهولا على بعد 10 أمتار من مدخل المستشفى. أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية أن جيش الاحتلال شن غارات جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، كما استهدف جيش الاحتلال منطقة الأوزاعي للمرة الأولى زاعما أن بها مواقع قريبة من مصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها. من جانبها أوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية في منطقة الأوزاعي استهدفت ميناء الصيادين بالتحديد. في هذا الإطار قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منطقة حارة بريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة أنصار في النبطية جنوبي البلاد. وأضافت أن جيش الاحتلال شن غارة على محيط بلدة الحدث في مدينة بعبدة بمحافظة جبل لبنان، كما شن أيضا غارتين جويتين على منطقتي شمغرة وسمحر بالبقاع الغربي شرقي البلاد. أفادت مراسلتنا بأن الأماكن التي حددها الاحتلال كمناطق مستهدفة في جنوب لبنان شهدت نزوحا كبيرا. شملت عملية النزوح منطقة الأوزاعي التي استهدفها الاحتلال في موجة الغارات الأخيرة. وكان جيش الاحتلال طلب الإخلاء من سكان بعض المناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، شملت مباني في حارة حريك وبرج البرجنة. أفاد مدير مستشفى الساحل اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلاء المستشفى بعد مزاعم إسرائيلية بوجود مخبأ لحزب الله اللبناني أسفله. ودعا مدير المستشفى الجيش اللبناني إلى زيارة المستشفى والكشف عن النفق المزعوم الذي تتحدث عنه إسرائيل. كان جيش الاحتلال زعم في وقت سابق أنه استهدف معاقل لحزب الله اللبناني، مدعيا وجود مخابئ له أسفل مستشفى الساحل. أفادت وسائل إعلام اللبنانية بتغيير مسار هبوط الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت جراء الغارات الكثيفة للاحتلال.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على مناطق في محيط بيروت المطار الدولي، ما أدى إلى انفجارات وحرائق واسعة النطاق. في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال قصف نحو 300 هدف لحزب الله في لبنان خلال 24 ساعة. من جانبه قال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي خلال تقييمه للأوضاع في الجبهة الشمالية إن الأهداف شملت أنظمة البنوك التابعة لحزب الله التي تتلقى الأموال من إيران حسب قوله. وزعم هاليفي مهاجمة القيادة العليا لحزب الله في إطار ما وصفه بالرد المتكامل في مواجهة إيران. إذن مشاهدينا، كما نتابع في هذه المشاهد التي تأتينا الآن على الهواء مباشرة من الضاحية الجنوبية تجدد تصاعد الأدخنة التي تنبئ وتنذر كثيرا بوجود غارة أو قصف للاحتلال الإسرائيلي على هذه المنطقة من الأراضي اللبنانية، تحديدا في الضاحية الجنوبية. هذا التصاعد ربما يعني أو كثيرا ما أنبأنا بوجود غارة وقعت، وربما هذا السياق يجد لنفسه مسارا خاصة بعد الغارات الإسرائيلية التي ارتكبها على محيط بلدة الحدث وكذلك بعض الأماكن في البقاع الغربي. ربما هذا تجدد آخر للقصف على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذا ما نؤكده الآن إذ تجددت الغارات في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. لم يعلن جيش الاحتلال حتى الآن ما الهدف من هذا أو من هذه الغارات، من كان المستهدف أو من أو ما هي المستهدفات حول هذه الضربة، هل كانوا عناصر لحزب الله أم فروع أخرى للقرض الحسن. لم تتضح الرؤية حتى الآن، لكن الثابت الوحيد حسب ما تنقل الصورة هو تجدد الغارات واندلاع الحرائق كما يبدو من هذا الدخان الكثيف الذي يظهر من داخل الأبنية في منطقة الضاحية الجنوبية في لبنان. أعلن جيش الاحتلال اعتراض 5 صواريخ بعد إطلاقها من لبنان باتجاه المناطق الشمالية. جاء هذا بعدما دوت صفارات الإنذار في كنعام والكريوت وعكا وحيفا وبلدات مجاورة. وكانت وسائل إعلام أعلنت أن صفارات الإنذار دوت أيضا في كريات شمونة وتل حي وكفار جلعادي، مشيرة إلى إصابة عدد من المستوطنين في أثناء توجههم إلى الملاجئ في حيفا. أفادت وسائل إعلام لبنانية باندلاع اشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال في بلدة عيت الشعب جنوبي البلاد. وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن جيش الاحتلال استخدم القصف المدفعي خلال الاشتباكات داخل حدود لبنان. أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هوكستن موجود في المنطقة لمحاولة الدفع باتجاه حل دبلوماسي بين إسرائيل ولبنان. وكان هوكستن التقى في بيروت رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الذي أكد أن الأولوية في هذا الإطار هي لوقف إطلاق النار في لبنان. ودعا ميقاتي إلى التطبيق الشامل للقرار الأممي 1701 على اعتباره الركيزة الأساسية للاستقرار في المنطقة.
والآن مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية. بطل في أمل، يئسنا. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط شهداء ومصابين جراء تفجير نفذته قوات الاحتلال في محيط جمعية السلامة بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأضاف الإعلام الفلسطيني أن قوات الاحتلال نسفت مباني سكنية في مخيم جباليا ومنطقة الصفطاوي شمالي القطاع. وفي وسط القطاع استهدفت طائرات الاحتلال أراضي زراعية في مخيم البريج، بينما شنت غارة على شمال مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع. يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى منطقة الشرق الأوسط لبحث إنهاء الحرب على غزة وإطلاق سراح المحتجزين. وأعلنت الخارجية الأمريكية أن بلينكين سيناقش خطط ما بعد الحرب في غزة وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مناقشة التوصل إلى حل دبلوماسي لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله. كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن تحقيق وزارة الخارجية الأمريكية في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوة 100 التابعة لجيش الاحتلال بحق المعتقلين من غزة في معسكر سيدي تيمان. وتحقق الخارجية الأمريكية في تهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني. وقال مسؤولون إسرائيليون لأكسيوس إن السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة سلمت تل أبيب قائمة أسئلة بشأن انتهاكات لجيش الاحتلال. وأضاف الموقع أنه إذا قررت وزارة الخارجية الأمريكية أن القوة 100 ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، فمن الممكن إدراجها في القائمة السوداء بموجب قانون ليهي ومنعها من تلقي أي مساعدة أو تدريب عسكري أمريكي. انتهاكات وتعذيب حتى الموت، شهادات جاءت على لسان معتقلين من غزة نجوا من قبضة الاحتلال وأصبح ما رأوه جرحا غائرا. ووفق المؤسسات الحقوقية الدولية يقدر عدد الأسرى في سجون الاحتلال بالآلاف ويتعرضون لأبشع أنواع التنكيل. منذ عام والأسرى الفلسطينيون من قطاع غزة وبينهم أطفال ونساء يقدر عددهم بالألاف حسب المؤسسات الحقوقية الدولية يعانون الويلات بمختلف أنواعها. ولطالما نشر نادي الأسير الفلسطيني شهادات المعتقلين من غزة على يد قوات الاحتلال، والتي تعكس مستوى غير مسبوق من الوحشية التي يتعرضون لها جراء عمليات التعذيب والتنكيل وظروف الاحتجاز المذلة. ولم يخفي الاحتلال أو حتى يحاول إخفاء جرائمه،
فلن ينسى العالم مشهداً سجلته الذاكرة الإنسانية في ديسمبر الماضي للأسرى الفلسطينيين الجاثين على الأرض بعد أن جردتهم القوات من أغلب ملابسهم والتقطت لهم صوراً ومقاطع فيديو في جباليا والشجاعية، فيما وثقت مشاهد أخرى أسرى فلسطينيين من غزة بعد تحررهم ووصولهم وهم في حالة مزرية إلى رفح الفلسطينية لتلقي العلاج. بموازاة حرب الإبادة على غزة، يشن الاحتلال حرباً أخرى على المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ومنذ 7 أكتوبر والاحتلال يزج بالفلسطينيين في السجون ضمن سياساته الانتقامية، بينهم كبار في السن وأسرى سابقون تم الإفراج عنهم بصفقة التبادل في نوفمبر الماضي، هذا فضلاً عن أسرى آخرين معتقلين إدارياً دون توجيه تهم لهم أو محاكمتهم، وفضلاً عن الإصابات الجسدية فإن عمليات الاعتقال والاحتجاز التي يمارسها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023 أسفرت عن آثار نفسية عميقة تصل إلى حد التدمير، بل إن عدداً منهم استشهد في سجون الاحتلال فيما اختفى آخرون قسراً. وفي مقاطع الفيديو التي تسربت من سجن سدي تيمان الإسرائيلي في بئر السبع المحتلة شواهد لا تقبل الشك على وحشية الاحتلال وانعدام إنسانيته التي كانت ولا تزال منهجاً في العدوان على غزة وعلى الفلسطينيين، ولا تزال أوضاع هؤلاء الأسرى من أبناء غزة والضفة الغربية تتفاقم، لا سيما مع تسلم وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن كفير هذا الملف وفرضه إجراءات غير مسبوقة وقاسية على الأسرى الفلسطينيين وصولاً إلى دعوته الشاذة لقتلهم برصاص في الرأس بدلاً من تحمل نفقات إطعامهم. والآن إلى تطورات الوضع في الضفة الغربية المحتلة. شفنا أشلاء، فإجا الثاني بده يسع فضربوا. الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، كلهم فدى القدس. قاموا بتغريب الأهالي واعتقالات، وقاموا يعني باقتحام بعض البيوت. بصير اقتحامات للمستوطنين، بصير ضرب حجار، تكسير سيارات. أصف الشاهد بدمه. اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها بلدة بيت فوريك شرقي محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن بعض الشبان استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة متفجرة في محيط مدخل بلاطة شرقي المحافظة. وفي الأثناء اقتحمت مجموعة كبيرة من المستوطنين قبر يوسف شرقي نابلس أيضا، حيث أدوا طقوسا تلمودية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي المصايف بمدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت على المواطنين. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مناطق في مدينة قلقيلية بالجرافات والآليات العسكرية، حيث شنت حملة مداهمات للمنازل واعتقالات للمواطنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال أيضا مخيم العروب في محافظة الخليل، حيث اعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن نائب الوزير والي أديمو ناقش مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى متطلبات الأمن والاستقرار في الضفة الغربية. وأضافت الخزانة الأمريكية أن أديمو تحدث عن جهود السلطة الفلسطينية لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الضفة الغربية.
يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة عنفا وإرهابا مكثفا من جانب المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء موسم قطف الزيتون، والذي وصفته الأمم المتحدة بأنه أخطر موسم زيتون على الإطلاق. وأجبر المستوطنون المزارعين الفلسطينيين على الفرار ومنعوهم من العمل، فضلا عن سرقة الزيتون والمعدات الزراعية وقطع الأشجار وحرقها. شجرة الزيتون، تلك المعجزة الخضراء، رمز النماء والخير في فلسطين المحتلة، باتت رمزا لهوية شعب صامد على أرضه. في هذا العام تلاشى الأمل الذي لطالما حمله موسم الزيتون للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ليحل محله الخوف والحزن، حيث يجسد الزيتون مأساة يشاهدونها. فكل غصن مقطوع وكل ثمرة مسروقة يذكرهم بوجع الفقدان والمعاناة التي يعايشونها يوميا. الاحتلال ومستوطنه يحاولون طمس الهوية الفلسطينية بأيدي التخريب التي طالت الزيتون الشاهد الصامت على صمود هذا الشعب رغم ظروفه القاسية. فهذا الموسم وصف بأنه أخطر موسم زيتون على الإطلاق، حيث يجبر المزارعون الفلسطينيون على مواجهة أهوال اقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال الذين يسلبونهم أراضيهم ومحاصيلهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، محولين الفرح بالحصاد إلى مأساة لا تنتهي. طرد المستوطنون المزارعين من حقولهم وسرقوا محصولهم وأحرقوا معداتهم وقطعوا أشجارهم التي تضرب جذورها في أرضهم منذ مئات السنين، وبقت جذوعها المقطوعة شاهدة على جرائم احتلال لم يرحم البشر أو الشجر. الذهاب إلى حقول الزيتون أصبح اليوم أشبه بخوض معركة محفوفة بالخطر، نتائجها دائما كارثية على الفلسطينيين وممتلكاتهم. الزيتون وثق في هذا العام مأساة متجددة للشعب الفلسطيني، فعلى صفحات ثماره وجذوعه آثار حفرها الاحتلال وعصاباته من المستوطنين بالجرافات والحرائق. ينضم إلينا من رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية. أهلا بك دكتور أحمد. وعلى ضوء هذا التقرير الذي عرضناه الآن حول قيام المستوطنين بمهاجمة المزارعين الفلسطينيين في موسم الزيتون، برأيك دكتور أحمد، هل اكتفى الفلسطينيون إن كانوا في غزة أو في الضفة من جرائم جيش الاحتلال حتى يطلق عليهم جرائم المستوطنين؟ صباح الخير. يعني الفلسطينيون قدرهم أن يصمدوا أمام كل شيء، يعني أمام كل هذا الجنون، هذا التوحش، هذا العدوان، إن كان في غزة أو كان في الضفة الغربية المحتلة. ويعني هذا العذاب مستمر، لأنه المحتل نفسه يعني يتحول إلى أن يكون قنبلة مشحونة بالكراهية والعنف والعدوان. وبالنسبة له للمستوطن الآن بعد هذه الحكومة خلال سنتين تم تسليح المستوطنين، تم إعطائهم ما يحتاجون من أسلحة، من سيارات نقل، من مستوطنات اللي بسموها غير شرعية، فتحوا شوارع، فعلا تغيروا البنية القانونية من أجل التسريع في مصادرة الأراضي. سموتريتش وضع رجل من حزبه، الرجل الثاني فيما يسمى الإدارة المدنية المسؤول عن الضفة الغربية، وهذا الرجل الثاني وعمليا تصرف كأنه رجل أول في هذه الإدارة من أجل زيادة السرعة والاستيطان. الآن في موسم الزيتون بالذات، موسم الزيتون بالنسبة لنا كفلسطينيين هذا موسم يعني يعتمد عليه كثيرون، يعني هذا موسم أهم موسم في بلادنا، على الأقل في الضفة الغربية المحتلة بعد 67، لأنه هناك أشياء أخرى، ولكن شجرة الزيتون هي شجرة بالنسبة لنا تمثل الهيبة والثروة والقداسة إلى آخره، يعني
بالنسبة لنا شجرة مهمة على فكرة. يعني هناك من يتزوج بمهره بتكون مهر عروسته شجرات زيتون شجر زيتون بتعرف، ويقاس الغنى البني آدم هنا بكم يملك من شجر الزيتون. لأن المحتل يعرف ماذا يفعل عندما يهاجم الشجرة، يقطعها أو يهاجم من يزرعها أو يسرق حب الزيتون أو يسرق الزيت بعد أن يتم عصر الزيتون أو يقتل المزارع. قبل يومين ثلاثة تم قتل مواطنة فلسطينية كانت تقطف الزيتون في حقلة، قتلوها. وكانت هذه رسالة طبعا قوية ورسالة معروفة للفلسطينيين كلهم أنه المستوطنون عندما يأتون يجب عليكم أن تفروا وتغادروا المكان. لهذا السبب مهاجمة الزيتون في هذا الموسم هو مش بس مهاجمة الشجرة وإنما مهاجمة كل ما تعنيه هذه الشجرة بالنسبة للفلسطينيين. نعم، لكن يعني لن أتحدث معك دكتور حول سرقة الزيتون نبتة كان أو زيتا، فيعني من سرق أرضا لا يسأل عن سرقة الزيتون، لكن أريد أن أذهب معك إلى التقرير الذي لحق هذا التقرير والذي تحدث عن معاناة الأسرى إن كان في مجدون أو إن كان في غيرها من سجون الاحتلال، والذين وثقت حتى على قنواتهم في الاحتلال الإسرائيلي في الداخل الانتهاكات الجنسية والبدنية والذهنية والنفسية للأسرى الفلسطينيين في مخالفة صريحة للقانون الدولي والاتفاقية جنيف 4 و3 ولكل الاتفاقيات الدولية. كيف تعلق وكيف ترى صمت المجتمع الدولي في عدم التحرك حتى هذه اللحظة للتحقيق الفاعل حول هكذا انتهاكات؟ أنا شخصيا يعني أنا بأسباب عائلية أيضا أنا رأيت يعني معتقلين تم الإفراج عنهم، رأيتهم بحالات نفسية صعبة، يعني خرجوا لا يتكلمون، لا يرغبون بالأكل، لا يتواصلون مع العائلة، كانوا يعني شعلة من النشاط والحيوية وخرجوا هكذا يعني مسلوب الإرادة ويعني في أعمق عقد النفسية. بالتالي نعم يعني سموتريتش وبنغفير اللي هو ما يسمى بوزير الأمن الداخلي عمليا قال ذلك علنا أنه سيحول حياة الفلسطينيين المعتقلين إلى جحيم، وفعل ذلك بالمناسبة من خلال تقليل الطعام، الازدحام، الضرب، الاعتداء الجنسي، الاعتداء البدني كما قلت حضرتك، والاعتداء الذهني أيضا، عدم الزيارات، عدم زيارة المحامي، عدم الخروج إلى الشمس، عدم الفحص الطبي، كل وسحب كل الإنجازات السابقة زي الماء الساخن، تلفزيون، تلفون، جريدة، كل ذلك انتهى كليا. وبالتالي خاصة أنه هناك في تقريبا 10,000 إلى 11,000 معتقل فلسطيني، بحيث أنه كل المعتقلات هي مزدحمة جدا جدا يعني وبدون غطاء في البرد. هذا كله جعل المعتقلين الفلسطينيين يعني في حالة سيئة جدا. والذي اعتدى جنسيا على أحد المعتقلين تم تكريمه، تم يعني الاحتفاء به مش بس في التلفزيونات ومن خلال المقابلات وأيضا الحاخامات باركوه. يعني لاحظ أنه نحن أمام صور صحيح أنه يعني أقول لك لا تفهم، يعني جد لا تدرك، واحد اعتدى على سجين فلسطيني اعتدى جنسيا، يعني بعيدا عن الشذوذ عيب، يعني عيب قانونيا وأخلاقيا، إلا أنه يتم الاحتفال به في التلفزيون والوزراء الثانيين باركوه والحاخامات باركوه. شو تقول الشيء يعني لا يصدق ولا يعقل ولا يمكن تفسيره. لكن هذا الأمر يتم قدام العالم كله. لماذا العالم يعني أبكم أخرس لا يتكلم؟ واضح أن هناك في لوبيات قوى مالية إعلامية سياسية تمنع الكلام، وكل من يتكلم يتم محاكمته أو يتم تهميشه أو يتم تدفيع الثمن. وهذا الكلام نقرأه ونسمعه عن صحفيين، كتاب، منظرين، سياسيين، حتى عندما ينتقد إسرائيل يتم مهاجمته وحصاره. وربما هذه النقطة دكتور يعني هي مسار للكثير من علامات الاستفهام، وربما الزملاء هنا في القناة يتناولونها على مدار الساعة وحتى ذلك الحين. أشكرك من رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، شكرا جزيلا لك. شكرا.
أفاد إعلام اللبناني أن جيش الاحتلال شن غارات على مناطق تقع عند الحدود اللبنانية السورية. من جانبه أوضح إعلام سوري أن الغارة الإسرائيلية استهدفت وادي الحرير بين معبري المصنع وجديدة يابوس الرابطين بين سوريا ولبنان. تبنى جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مركبة في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق مساء أمس، وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري أن القصف أسفر عن اغتيال المسؤول المالي لحزب الله في سوريا بالإضافة إلى 2 آخرين. ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن القيادة العسكرية والموساد قدم خطط الهجوم على إيران بالفعل إلى صناع القرار، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت. وأضافت تلك الوسائل أن إسرائيل تملك خيارات عدة، منها المنشآت النووية والنفطية وأهداف عسكرية وحكومية إيرانية، لافتة إلى إضافة منازل كبار المسؤولين في إيران كأهداف محتملة للهجوم الإسرائيلي. وأشارت إلى أن سلاح الجو سيعرف الهدف الدقيق للهجوم على إيران قبل وقت قصير من التنفيذ. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: هجمات روسية تودي بحياة 6 أشخاص في زاباروجيا ودونيتسك بأوكرانيا. أفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل 3 أشخاص جراء هجمات روسية في مدينة زاباروجيا جنوبي أوكرانيا، و3 آخرين في منطقة دونيتسك شرقي البلاد. وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أحبطت محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم على مقاطعة بلغرود جنوب غربي روسيا. وأضافت الوزارة أن الدفاعات الروسية تمكنت من تدمير 4 طائرات مسيرة أوكرانية حاولت استهداف منشآت مدنية بمقاطعة بلغرود. قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فازيلي نيبينزا إن بلاده ترفض مطلقا عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي الناتو. وخلال جلسة لمجلس الأمن شدد نيبينزا على أن هذه العضوية التي تسعى لها كييف غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة إلى روسيا، مشيرا إلى أنها لا يمكن أن تكون جزءا من أي خطط سلام أو مبادرات وساطة. أعلنت الولايات المتحدة تقديم حزمة أسلحة جديدة بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا. جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للعاصمة الأوكرانية كييف. محاولة أمريكية جديدة لضخ الدماء في أوصال أوكرانيا المنهكة في مواجهة العمليات العسكرية الروسية من خلال حزمة مساعدات. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن أن حزمة المساعدات الجديدة تشمل أسلحة بقيمة 400 مليون دولار وأيضا ذخائر إضافية ومدرعات وأسلحة مضادة للدبابات. إعلان أوستن عن تلك المساعدات جاء خلال زيارته كييف، والتي تأتي قبل نحو 2 أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تلقي بظلال من الشك على مستقبل الدعم الغربي لكييف، خاصة في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب. ومع اقتراب ولاية إدارة بايدن من نهايتها، أشار أوستن إلى أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس أيدا على السواء دعم كييف على مدى العامين ونصف العام الماضيين،
أن الجهود الأمريكية لمساعدة كييف في تعزيز دفاعاتها ستستمر مع تقدم قواتها في شرق أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناقش مع أوستن جهود زيادة إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، وحاول مجددا إقناع الجانب الأمريكي بالسماح لبلاده بضرب العمق الروسي بأسلحة أمريكية وغربية بعيدة المدى، وهو ما لم يستجب له أوستن، خاصة وأن روسيا ستعتبر ذلك دخولا أمريكيا مباشرا كطرف في الصراع. محللون رأوا أنه برغم الدعم العسكري الأمريكي الذي أكده أوستن، فإن ذلك لن ينقذ أوكرانيا من مواجهة معركة شرسة في المستقبل، لا سيما في ذلك عدم استعداد روسيا لاستسلام وشيك. والآن إلى منتدى تجمع دول بريكس. تنطلق اليوم بمدينة قازان الروسية القمة 16 لتجمع دول بريكس، وتستمر حتى 24 من أكتوبر الحالي. ومن المقرر مشاركة عدد من القادة والزعماء في القمة، من بينهم زعماء روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر. وأوضح الكرملين أن 32 دولة ستشارك في القمة، من بينها 24 دولة ستكون ممثلة على مستوى القادة، بالإضافة إلى حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. واقتصاديا، توقع جولدمان ساكس انخفاض سعر الفائدة في بريطانيا إلى 2.75% بحلول نوفمبر من العام المقبل. ورجح بنك الاستثمار الأمريكي أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بقوة، متجاوزا توقعات الأسواق المالية من انخفاض الفائدة إلى 3.5%. وصلت أسعار المنتجين في ألمانيا الانخفاض للشهر 15 على التوالي في سبتمبر، تزامنا مع تراجع أسعار الطاقة في أكبر اقتصادات القارة العجوز. وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال سبتمبر، مقارنة بتوقعات انخفاضه 1% فقط. كشفت وكالة بلومبرج ارتفاع أسعار الوقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 1.3% على وقع التوترات في الشرق الأوسط التي تسببت في موجة جديدة من التقلبات إلى السوق. وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الأسواق تستعد لاحتمال أن يؤدي تصعيد الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران إلى إثارة صراع إقليمي أوسع، مما قد يؤثر على إمدادات وقود التدفئة. استبعد محلل بنك جولدمان ساكس أن تحافظ الأسهم الأمريكية على الأداء المتميز الذي تمتعت به على مدار السنوات العشر الماضية. وأرجع المحللون بوكالة بلومبرج السبب في ذلك إلى توجه المستثمرين نحو أصول أخرى بما في ذلك السندات، سعيا وراء تحقيق عوائد أعلى. خفضت الصين أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد إلى 3.1%. وأعلن بنك الشعب الصيني تخفيض سعر الفائدة للقروض لمدة 5 سنوات إلى 3.6%. ويؤثر سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد على القروض التجارية ومعظم القروض
الأسرية في الصين، في بينما يعد سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات مرجعا لأسعار الفائدة على الرهون العقارية. تعود بطولة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد بالجولة الثالثة، والتي تشمل عدة مباريات مثيرة وحاسمة. ستكون مواجهتي ريال مدريد أمام بروسيا دورتموند في تكرار لنهائي النسخة الماضية، وكذلك باريس سان جيرمان ضد أيفنهون أبرزها. في تكرار لنهائي النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يلتقي فريق ريال مدريد حامل اللقب مع ضيفه بروسيا دورتموند في الجولة الثالثة من البطولة على ملعب سانتياغو برنابيو. وقبل 5 أشهر تمكن الريال بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من الفوز على بروسيا دورتموند بهدفين نظيفين في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب ويمبلي، ولم يقدم الريال العروض المنتظرة منه في النسخة الجديدة من البطولة. فبعد أن فاز على شتوتغارت ب3 أهداف لهدف في الجولة الأولى، تلقى الريال أول هزيمة له في دوري الأبطال منذ مايو 2023 عندما خسر أمام ليل الفرنسي بهدف نظيف في مفاجأة كبيرة. وبعد أن حصد 3 نقاط فقط من أول جولتين، يحتل الريال المركز 17 بجدول ترتيب البطولة بشكلها الجديد التي تقام بمشاركة 36 فريقاً للمرة الأولى، فيما يدخل دورتموند المباراة بمعنويات مرتفعة، لا سيما أنه يتصدر جدول الترتيب بعدما حقق العلامة الكاملة في أول مباراتين بفوزه على كلوب بروج بثلاثية نظيفة وسلتيك ب7 أهداف مقابل هدف. ولو تمكن دورتموند من إظهار الشراسة نفسها التي أظهرها في مباراة سلتيك، قد يتمكن من تحقيق الفوز على الريال في عقر داره والثأر من هزيمته في نهائي النسخة الأخيرة من المسابقة. وفي مباراة أخرى يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لاستعادة توازنه في البطولة عندما يواجه فريق أيندهوفن الهولندي، وذلك بعد خسارة الفريق الفرنسي في الجولة الماضية أمام أرسنال بهدفين نظيفين، ويطمح للفوز لإضافة 3 نقاط أخرى لرصيده بعد فوزه في الجولة الأولى على جيرونا الإسباني بهدف نظيف. في المقابل سيبحث فريق أيندهوفن عن تحقيق أول انتصار له بعد خسارته أمام يوفنتوس وتعادله في الجولة الماضية مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدف لكل فريق. تستكمل باقي مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدة مواجهات تنافسية ومثيرة، يأتي في مقدمتها مواجهة يوفنتوس لنظيره شتوتغارت الألماني، وكذلك مواجهة أرسنال لضيفه شاختار الأوكراني. تستكمل باقي الجولة الثالثة من أمجد الكؤوس الأوروبية دوري الأبطال بعدة مواجهات مثيرة وتنافسية، بخلاف مباراتي قمة اليوم الأول من الجولة بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، وكذلك باريس سان جيرمان ضد أيندهوفن الهولندي. ويهدف فريق يوفنتوس الإيطالي لمواصلة انتصاراته في البطولة الأوروبية وتحقيق فوزه الثالث على التوالي عندما يواجه فريق شتوتغارت الألماني، حيث فاز في الجولتين الأولى والثانية على أيندهوفن الهولندي ب3 أهداف وعلى لايبزيغ الألماني ب3 أهداف لهدفين،
فيما يسعى فريق شتوتغارت لتحقيق انتصاره الأول في النسخة الحالية من البطولة، حيث اكتفى الفريق بتحقيق نقطة واحدة جمعها من التعادل مع سبارتا براج التشيكي في الجولة الماضية، خاصة مع خسارته لمباراة الجولة الأولى أمام ريال مدريد. وفي مواجهة أخرى يستضيف نادي أرسنال الإنجليزي نظيره شختار الأوكراني على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن، في مواجهة تأتي بعد خسارة محلية مؤلمة للجانرز بالدوري الإنجليزي أمام بورنموث بهدفين دون رد، عطلت مشوار المدفعية نحو صدارة الترتيب وترك الساحة ممهدة لليفربول ومانشستر سيتي. أرسنال يدخل المواجهة ولديه من النقاط 4 بعد تعادل أول أمام أتلانتا خارج الديار وفوز ثمين على باريس سان جيرمان بالجولة الثانية، ويهدف لاستمرار انتصارته في الكأس ذات الأذنين لتحسين وضعه حيث يحتل المركز 13 بالترتيب العام، وكذلك للخروج من الكبوة المحلية بعد خسارة بورنموث. أما نادي شختار فيبحث عن انتصاره الأول بالبطولة الأوروبية بعد تعادل سلبي بالجولة الأولى أمام بولونيا الإيطالي وخسارة مذلة بالجولة الثانية أمام أتلانتا بثلاثية دون رد. أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن موقف الثنائي مارتن أوديغارد وبوكايو ساكا من المشاركة أمام شختار الأوكراني سيتحدد قبل انطلاق المباراة. أرسنال يسعى لتجاوز آثار تعرضه لأول هزيمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وتقديم رد قوي في دوري أبطال أوروبا. أوديغارد لا يزال غير جاهز للعب مع بوكايو ساكا، دعونا نرى كيف ستكون الأمور قبل انطلاقة المواجهة. الفوز بدور أبطال أوروبا هنا سيكون مذهلا، ومن الواضح أن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق ذلك، لكنني أعتقد أننا نمتلك الأساسيات ولدينا اللاعبون ولدينا العقلية، ويجب أن يكون هذا الهدف النهائي، لذا نأمل أن نبدأ بالفوز ومواصلة النمو والبناء. إلى هنا تنتهي نشرتنا وهذه تذكرة بالعناوين. في غارات للاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت، استشهاد 4 لبنانيين وإصابة 24 آخرين إثر قصف محيط مستشفى الحرير الحكومي بالعاصمة اللبنانية. شهداء ومصابون بنيران الاحتلال في بيت لاهية ونسف أبنية سكنية في جباليا شمالي قطاع غزة. تقارير إسرائيلية تؤكد اكتمال خطط الهجوم على إيران والمنشآت النووية والنفطية ومنازل كبار المسؤولين من بين الأهداف المحتملة. مشاهدينا نهاية نشرتنا، نشكركم على طيب المتابعة، كان معكم محمد رضا على رأس الساعة، تلتقون مع البرنامج الصباحي، إلى اللقاء.